وهو نفسه ليه ذكرى حلوه جدا على فكره في استاد هزاع بن زايد الحقيقه، يعني مؤمن زكريا الملعب تحفه اولا طبعا. احنا عرضناه دلوقتي طبعًا. احنا بنشوف الملعب بحس ان انا يعني في ملاعب اوروبيه، صحيح بحس ان انا ماتشات دوري ابطال اوروبا او كاس العالم طبعًا. بصراحه شديده طبعًا. يعني الجمهور ده ده هدف مؤمن زكريا على فكره. عليه. المعلومات اللي عندي بتقول ان هو من افضل الاستادات في العالم، يعني هو طبعًا. بيستضيف فعاليات من افضل الفعاليات الموجوده في العالم، وطبعا الهدف ده اكيد طبعا ذكرياته غاليه جدا عند طبعًا. كل اهلاوي. ومؤمن زكريا في المباراه دي اثبت ان هو فعلا من اللاعبين اللي يقدروا يصنعوا الفارق. كان الهدف ده على ما اعتقد في الدقيقه 69 هو راح للجمهور وعمل حركه شهيره بتاعته، ومن ساعتها الحركه الشهيره بتاعته دي اصبحت يعني اعتمدت علامه مسجله طبعًا. لكل اللاعبين. وطبعا لما ربنا يعني ابتلاه على فكره المرض ده ابتلاء ربنا يشفيه وربنا يا رب، يشفيه ان امين شاء الله. يشفينا جميعا. يعني الناس كلها سندته في الحركة بتاعته، وده شيء طبعا اسيست جميل كمان منهم رائع بصراحة. طبعا طبعا. اسيست رائع جدا. احنا انا مش شايف قوي، مش فاكر الاسيست كان مين.